تمام يا فندم. نعم يا باشا يا باشا، الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ ايه يا فندم، ست مختلف يا فندم، في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا، ومهموسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك، مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت، انا لا صيني ولا حاجه، انا راجل عادي، بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا، وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلحها. اتفضل يا عبد العزيز، اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. بص يا عبد العزيز، ايوه، احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم، انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز، هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد، ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني، واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدى شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز، يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. شربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا قصه وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر، عينيا الاثنين. يلا بوظه يا سافي. يلا يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي، بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا، يعني التبويظ ده، الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه، انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري، يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا، صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز، انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم، جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك، يعني انا بشكر ربنا عليها. بس والنبي يعني ما تاخدنيش في بالك انها مبوظاتي، بس الحمد لله ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل، انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز، ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزبائن، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تتحفظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده، الراجل يا ده علي. يلا بره من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف داهيه. امرني يا عبد العزيز، ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست بتعنك مجنونه. أعوذ بالله. مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه، فمجنون شاكوزي الشاكوزي. هي هبله في النهايه. ايوه. وكل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي، فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بص انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوسي. شوفي الشاكوسي. لا احجزوا الست دي هنا لو سمحتوا. يلا قول لها اللي عندكم جوه عندهم شاكوسي جوه تنبسطي. يلا هتبقى. في شاكوسي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضلي احجزوها عندنا. يلا احجزوا زغراتي للشاكوسي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. ربنا يخليك. الله يخليك. عندي سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. سلامه.